طب شايف فرقتنا وجهدت النهارده يا كابتن؟ يعني برضه بتلعب ماتشين في اقل من 24 ساعه، والحقيقه انا يعني برضه عندي بس يعني كومنت صغير ان ميعاد المباراه الساعه 11 ده صعب، يعني كان الافضل من الاتحاد او لجنه المسابقات كانت تعمل تات ورابع يا اما بدري شويه وعشان ظروف الصيام كانت تعمله في يوم، او تخلص سلسله التات والرابع كانت تبتدي في الاول والتاني، انما المباراتين في نفس الوقت ده كده بصراحه حرام. يعني المباراه النهارده خلصانه الساعه 2 وربع اهو، واللعيبه قبل ما توصل الاوتيل هتوصل 3 تتسحر تنام 4 5 الفجر. نو واي، انا ما بتكلمش على النادي الاهلي بس طبعا، حتى فرقه نادي الزمالك الكلام ده مش طبيعي في الدنيا ابدا طبعا، ان فرقه تبقى راحه انها هتنام الساعه 5 الصبح عشان تلعب تاني يوم جيم فاينل. الكلام ده يعني الحقيقه كان لازم يتم دراسته بشكل جيد، خاصه المباراه اللي قبلينا اتاخرت. وانا بقول الكلام ده يعني ملوش علاقه بالمباراه او حاجه، ده ليه علاقه بال يعني حتى بحقوق الانسان العاديه، ان انت بني ادم، انت حقوق اللاعب العاديه، انت راجل محتاج تنام بدري. فالنهارده لما لعيب يرجع من المباراه النهارده الساعه 3 الفجر، طب انت هتلعب ازاي تاني يوم مباراه زي دي؟ لا، لجنه المسابقات جانبها التوفيق بشكل كبير جدا في اختيار مواعيد المباريات، ولازم الموضوع ده يتدارك حتى على الاقل بكره. يعني انا وجهه نظري انا طبعا يعني بشيل حرج من حضرتك، بس دي ده رايي ان هو يعني صعب جدا، ومحدش يقول ابدا ان في فرقه تخلص مباراه الساعه توصل اوتيل الساعه 3 الفجر وعندها جيم تاني يوم فاينل، صعب جدا طبعا. ده يعني اكيد اكيد كان المفروض الموضوع يتنظم اكتر من كده، كان في حلول تانية، كان ممكن الماتش التاني يبقى في ملعب تاني التالت والرابع بالزبط. في يوم تاني زي ما حضرتك قلت بالظبط، تلاقي في ملعبين في حلول كتيره جدا بالظبط بس كده. نتمنى ان شاء الله. انا ما بتكلمش على الاهلي بس والله، انا بتكلم على الفرقتين. يعني صعب ان فريق رايح النهارده الساعه 4 نو واي بعد ما تخلص الماتش ده، انا بقول لك اللعيبه هتنام بعد الصبح، انت حضرتك كنت لعيب وعارف طبعا كسبان خسران الانفعالات النفسيه مع ان انت راجع متاخر هتنام الساعه 7. طب انت مطالب منه يصحى الساعه كام ويلعب كام ويعمل فيديو كونفرنس او يعملوا فيديو ميتنج كام؟ الموضوع صعب جدا. بالظبط، احنا عندها من القدره ان هم يقدروا يريكفر اكيد نفسهم دي بسرعه. دي فرقه الاهلي مليانه خبرات وعندهم قدره ان شاء الله على، وهو ده يعني هي دي فكره البلاي اوف، ده دوري مش كاس، مش ماتش والبطوله انتهت، لا لسه في ماتش صحيح. تاني وماتش تالت.